معايا الحاج رضا من الغربيه، اتفضل. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بيك. طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. بالنسبه لحضرتك يا فندم، احنا مجاورين للسكن، والكلاب اللي هي في الشوارع حضرتك موظفنا الزراعه خالص. ايوه حاج رضا. مش عارفين نجري على قمح ولا حاجه، مبوظين البرسيم والقمح وكل حاجه مبوظينها، الكلاب اللي في الشوارع دي. والله احنا اي بلاغ بيجي لنا بنبلغ الطب البيطري وهم بينزلوا يتعاملوا مع هذه المنطقه. انت فين في الغربيه؟ مركز المحله الكبرى حضرتك يا فندم. في المحله الكبرى. حاضر. البلد اسمها ايه بتاعتكم؟ كفر بسطاويخ. حاضر. النهارده ان شاء الله هنبلغ الطب البيطري وهيبقوا موجودين عندك. حاضر. لا والله يا استاذ سامح، خدمه من حضرتك، موتنا الكلاب اللي في الشوارع ديت، لان بوظنا الزراعه خالص، ما احنا عايزين نزرع حوالين السكن خالص. لا هي مش خدمه، ده دورنا، وانا هبلغ الطب البيطري النهارده هنزلوا يتعاملوا معاهم، وانا عارف ان دي مشكله كبيره جدا، مشكله معقده ما هياش سهله. تابع الموقف ده ضروري ضروري، لان ما احنا عارفين نزرع اي حاجه في الارض المجاوره للسكن. تمام. ان شاء الله النهارده هيكون مدير مديريه الطب البيطري بيكلمك علشان يستفسر منك على بعض النقاط، وهينزلوا وهيتعاملوا مع المشكله. عينيا الاثنين يا حاج رضا. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وتابعنا مع اكتر من محافظه مدير مديريه الطب البيطري. الناس بتشتغل في ضوء الامكانيات المتاحه وهي جيده، وفي حدود القانون او المسموح به للتعامل مع هذه الظاهره، الى ان نوصل لحل نهائي. جمعيات حقوق الحيوان بتدافع عن حقوق الحيوان وعن طريقة التعامل مع الحيوان. طب في النهاية وصلنا لحل، وصلنا لقاعدة نتعامل من خلالها، وفرتم حضراتكم بديل للمواطن. ما هو انت النهاردة بتحافظ على حقوق الحيوان، وده شيء يعني ممتاز، لكن النهاردة حقوق الإنسان والمجتمع والاقتصاد. الإنسان احنا بنشوف يعني حوادث بتحصل بسبب الكلاب الضالة، خصوصا لما يكون في حالات مصابة بالسعار، ودي بتهدد حياة المواطن تهديد مباشر. في نفس الوقت انت بتتكلم على زراعة، بتتكلم على انتاج. الفلاح اللي بيكلمك ده بيقولك انا مش عارف ازرع. عارف ليه؟ لان هو مهدد، بيزرع برسيم، البرسيم ده الكلاب الضالة بتبقى مأوى ليها علشان تتناول مخلفات القمامة او المخلفات اللي موجودة في القمامة وتسبب تلوث، خصوصا بقى لو كان عنده مزرعة دواجن ألقت النفق بتاعها، فتبتدي المشاكل اللي هتاكل هذه الاعلاف تصاب ببعض المشاكل في الامعاء، ودي مش سهله. هيبتدي بقى عنده خساره في المحصول، عنده خساره في الماشيه، هيبتدي يشوف الطبيب البيطري ويجيب علاج ويتابع. بالاضافه للقمح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، بيحصل عندك خسائر وتلف وفقد للكميات المنزرعه، فدي كلها مشكله لازم يكون في حل، والطبيب البيطري هو اللي بيقف وبيتصدر المشهد.